رمضان كريم، تعرف كم مصاب بالسكري في المملكة؟ وكم واحد مهدد بالإصابة؟ تعرف إن في حالتين بتر أطراف يومياً؟ ممكن نتجنب السكري أو آثاره؟ نحسبها صح، بدل صحن تمر يكفي 3 حبات، نخفف منها وناخذ حبة، وبدل ما نضرب في الكبسة نقلل الكمية. وهذه الوجبات لازم نتجنبها ونركز على هذولا ونتعود على المشي. اضبط أكلك تضبط سكرك.